بمشاعر فياضة من الفخر والانتماء، احتفلت رعية أم الأوجاع في قرية عبود في 17 من أيلول بعيد أمنا مريم العذراء أم الأوجاع. وترأس القداس الاحتفالي بهذه المناسبة الأب لويس سلمان وسط حضور كبير للمؤمنين والكهنة. أهمية الاحتفال اليوم لحتى نذكر بشغلتين، بانتمائنا للكنيسة ومحبتنا للكنيسة، وأنه دائما الكنيسة هي المكان اللي لازم نكون موجودين فيه، لأنه هي اللي فيه مكان منعبر فيه عن إيماننا، وكمان لأنه أمنا مريم العذراء هي اللي رافقت المسيح خلال حياته، وكمان ترافقنا إحنا في حياتنا في وسط الصعوبات اللي عم نعيشها. وبنفس الوقت لحتى نحكي أنه الكنيسة ما زالت تعطي كهنة في حقل الرب، وهدول الكهنة من قرية عبود، وهذا الكاهن من قرية عبود أبونا لويس بشكل خاص. فحلو أنه نشجع كمان على الدعوات الكهنوتية والرهبانية. عيد اليوم هو بيعزز من وجودنا في هاي الأرض رغم كل الصعوبات وكل الألام اللي عم تمر فيها بلادنا وحياتنا، إلا أنه هو بيحكي لنا أن الرجاء مش ممكن ينتهي، وأمنا العذراء هي شاهد أمين مش بس على العنف، لكنها شاهد أمين أن القيامة دائما موجودة، والصليب هو رجاءنا رغم أنه كان في موت لكن في النهاية كان في قيامة. تحتضن الطبيعة الخلابة منازل وكنائس قرية عبود الواقعة على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، وهي قرية مسيحية تاريخية تعود جذورها إلى العهد الروماني، ولا تزال حتى يومنا هذا شاهدا حيا على قوة وصلابة الوجود المسيحي في الأرض المقدسة. طبعا نحن كمسيحيين موجودون في قرية عبود منذ القدم، منذ أيام سيدنا يسوع المسيح. عبود بلد تاريخي كما قلت أنا في كلمتي، تاريخي قديم جدا عريقة، كان السيد المسيح يمر من خلالها من القدس إلى الناصرة، وكان حتى يقال بأنه كان يمكث فيها قليلا. فلذلك نعتبرها تعتبر عبود من أقدم القرى المسيحية في فلسطين. في عيد أمنا مريم العذراء أم الأوجاع توهجت شعلة الإيمان والرجاء لدى المسيحيين في قرية عبود، ملتمسين شفاعة الأم السماوية لتوزع عليهم النعم الإلهية.